بلشنا عنا بالمحاضرة عنا السابقة شو نحكي عن دون صوت عن مستيكنا أوف متى حكينا عن الغازز وحكينا إنه الغازز شو خصائص الغازز كانوا صوت على إيش disorder إيش كمان compressible yes إيش كمان خصائص الغازز إيش yes أيوة مزبوط وكيف الانتركوليكولار فورسز بتوين ذا ما في أو ما في بالايديال غاز بس عنا بالريل غاز بتكون عنا موجودة عنا بشكل ما قليل وبلشنا عنا نحكي عن different laws to describe gases وأول لو حكينا عنه إيش هو البويلز لو شو كان بيحكي البويلز لو بين عنا البرشر والفوليوم هذا جدا عنا مهم هلا راح نحكي عنه لما نحكي عن الليكويفاكشن هنا اوف غازز فكل ما زادت كل ما قل عنا الفوليوم شو راح يصير؟ راح يزيد عنا البرشر صح؟ اوكي والعلاقه الثانيه والقانون الثاني اللي اخذنا ايش هو؟ بين تشارلز بين عنا التمبريتشر وبين الفوليوم اللي هي علاقة إيش؟ فردية كل ما زادت عنا التمبريتشر راح يزداد الفوليوم تمام؟ أوكي بس شغل الجهاز في طلاب بيقولوا لي انه على التيمز في 2 فايلز للانترموليكولار فورسز مزبوط والاثنين ميد باي مي يعني انه انا حطيتها لا بس كل واحد بيعمل بس هو نفس اللي نفس الشيء واحد سبيل للثاني وين هشام ادي رقمك 39 صح؟ بالضبط هنتأكد من الأرقام وين سارة عبد الكريم؟ اوكي مكانك نفسه صح؟ اللي نقلنا لك عليه ادي رقمك؟ 47 بس هذا شو بدي ايش اللي الشمس ان شاء الله 42 الغياب اللي هي بتول اوكي و44 حضور اوكي 43 مين انت حضور ان شاء الله الجامعه تعطينا مصاري نشتري برادي يعني قريبا يوم لمي بالضبط
لما زي كنا بالمدرسة مش اللون لما زي الصف صوت خلاص قانون هو عم يشرح عن الايديال عنا جاز اللي هو عنا جاي يصاحله اللي هلا بحكي لي انه البريشر اوف ا جيفن ماس يعني واحد عنا مول محدد من عنا الجاز فارز دايركتلي وذ ذا ابسوليوت تمبريتشر شو يعني؟ يعني البريشر بتناسب تناسب عنا طردي مع التمبريتشر وهذا لوجيك صح؟ مش حكينا انت اذا بتزيد عنا التمبريتشر عم بتزيد عنا كاينتيك عنا انرجي عنا البارتيكل وبالتالي عم بيزداد عنا اصطدامهم عنا بالكونتينر وعم بيعطوني عنا البريشر تمام؟ فبالتالي انه بي على تي ايكوالز تو كونستانت تمام؟ بدي احول عنا من ريليشن عنا شيف لايكويشن فبحتاج عنا كونستانت تمام؟ فهدول عنا هم القوانين الثلاث بخصوصهم وبنضاف لهم هم مين لهدول الثلاثة هلا بنضاف لهم قانون اللي هو عن الأفوغادروس نمبر عشان عنا أضمن قديش تأثير عنا النمبر عنا of moles هلا لما كنا نحكي عن fixed number أوكي عن واحد مول تمام فأكيد عنا تأثير لما أقول عنا واحد مول من الغاز مش مثل لما أقول 10 مول من الغاز صح حتى ضغطهم بفرق تمام؟ فعنا عنا الأفوغادروس عنا لو اللي هو عنا بيحكي لنا إنه V1 على N1 equals V2 على N2 طب شو يعني هذا الحكي؟ يعني إجوا experimentally بالتجربة العملية مش نظري أوكي؟ وجابوا عنا واحد عنا مول من الغازز على ستاندرد conditions شو الستاندرد conditions كانوا zero celsius وكان عنا one atmospheric عنا pressure تمام فوجدوا إنه الواحد مول من الغاز بعطيني عنا volume 22.4 لتر بغض النظر شو الغاز الموجود أوكي أكسجين هيدروجين نيتروجين هيليوم ما دام عنا واحد مول تحت هاي عنا الظروف شو عم بيعطيني الفوليوم؟ الفوليوم له فيكس 22 عنا بوينت عنا 4 بس نحن بايولوجي بتعرف انه الفوليوم بتناسب تناسب عنا الطردي مع النمبر اوف مول صح؟ يعني بالظروف عنا العاديه كل ما زدت النمبر عنا اوف مولز اكيد رح يزداد عنا الفوليوم اللي هم بيحتلوه اوكي؟ فعشان هيك عنا في 1 على N1 أو V على N constant فبالتالي V1 على N1 تحت ظروف معينة equals to V2 على N2 تمام؟ فهمنا؟ حد عنده أي سؤال؟ طيب هلأ هدول عنا مجموعة عنا القوانين كلهم ممكن عنا ندمجهم بعض لحتى نوصل لقانون واحد اللي هو عنا الـ General Gas Law اللي بحكي لنا V1 على T1 equals V2 على T2 تمام؟ هذا حفظ اسمه V1 على T1 تساوي T2 V2 على T2 T متفقين عليها بإيش؟ بالكلبن الكلبن هي عبارة عن 273.15 سيليسيوس فوين ما بتشوفوا T السيليسيوس بتروح مباشرة وانت عم تقرأ السؤال بتحولوها عنا لكلمة البي شو ممكن تكون؟ اتموسفير ممكن تكون باوند المرة الماضية ممكن قلت باسكال عن هاي هي باوند سكويرد انش ممكن تكون عنا اتموسفير الديفرنت يونتس عنا للبريشر والفوليوم لتر او مليليتر اوكي تمام؟ في عنا هذا عنا الاكزامبل بحكي انه في عنا
الايجنايتر من سبيريت، وهذا عندنا الايجنايتر من سبيريت عم يعطيني عندنا غاز، عم بيتحرك عندنا منه غاز اللي هو عندنا نايتريك اوكسايد، تمام؟ فبنجمع هذا عندنا الغاز عندنا بالبيوريت، وهذا عندنا البيوريت بنشوف انه الغاز عامل لي فوليوم 30 عندنا عندنا. اوكي يعني هاي في 1 تمام؟ قالت عندنا تمبريتشر 20، شو قلت لكم مباشرة بتشوفوا 20 زائد عندنا 273 يساوي 293 مباشرة بنحولها. And a pressure of 740 مليمتر زي الباقي. Assuming the gas is ideal. ليش قلتك ideal؟ عشان تروح تطبق قانون ال ideal gas. تمام؟ What is in the volume؟ بده V2 مجهولة. At 0 سلسيوس هي يعني 270 كلفن و 760 هاي بي. هلا بطلع على البريشر، البريشر نفس الوحده، في داعي اغير احول من وحده لوحده؟ لا، تمام؟ طيب شو القانون اللي بدي اياه؟ بي 1 بي 1 القانون اللي تستخدموه هو حسب المعطيات اللي عندكم، حسب المجهول، تمام؟ بي 1 بي 1 بي 1 بي 2 بي 2 على تي 2 بي 1 قد ايه كانت؟ بي 1 740 بي 1 30 مل. حطوا دائما الوحدات عشان نضل تتذكروا اذا في بتحويل تنتبهوا، تمام؟ طيب تي 1 200 ومليمتر زي بقى مليمتر زي بقي، فبيضل عنا بقدر عنا احسب عنا الفوليوم. شو وحده الفوليوم؟ مليمتر. تمام؟ اوكي؟ طيب. اوكي؟ فالجنرال عنا غاز بيقول لي عنا بي 1 على بي 1 سوري في بي 1 على تي 1 ايكوالز عنا بي 2 بي 2 على تي 2، يعني زي كانه بيقول لي بي في على T equals to constant. اوكي؟ فهذا عنا الكونستانت بسميه عنا R اللي هو عنا الغاز مولر كونستانت. تمام؟ اوكي؟ طيب للايديال عنا غاز. هاد كله كنا نحكي على النمبر عنا اوف مول. BV على T يساوي عنا R. يعني BV يساوي R T، بس هذا الحكي كله على 1 مول، اوكي؟ لسه ما حسبنا، ما دخلنا الأفوغادروس دول وهو بيحكي عن N، اوكي؟ فلما بدنا ندخل N بصير عندنا بي بي يساوي عندنا N R T، وهذا القانون كمان للحفظ ومر معكم اصلا يمكن التوجيهي هو بمر معكم. طيب بيعطيني اياها باختلاف مع الغاز طبعا اوكي؟ R بتختلف مع الغاز وبتختلف عنا اليونتس تاعونها باختلاف عنا الوحدات المستخدمة، تمام؟ هلا عنا R أصلا بتوجد experimentally، أوكي؟ هلا قلت لكم إنه V هي البريشر، R هاي نرجع لها B V يساوي NRT، صح؟ معناته R شو تساوي؟ في بي على ان تي، ان نعتبرها واحد عندنا مول، فهي بي بي على تي، نرجع للقانون الاصلي، اوكي؟ في البريشر ممكن عندنا البريشر يكون عندنا اتموسفيريك عندنا بريشر او على ابسوليوت عندنا كونديشن، شو كانت عندنا البريشر؟ ابسوليوت كونديشن اللي قلنا عنها هلا اللي هي واحد اتموسفيريك. الفوليوم احنا قلنا انه الفوليوم على الواحد عندنا اتموسفيريك، والزيرو سلسيوس قد ايه دائما؟ 22، فهي معروفه 22 عندنا بوند 4، ان واحد تي زيرو سلسيوس، بس هي عندنا 273 كلفن، اوكي؟ فبتطلع عندنا قيمه عندنا ار، تمام؟ فار هي قد ايه؟ هي 0.08205. شو وحده ار؟ وحده ار حسب عندنا الوحدات المستخدمه اتموسفيريك، صح؟ في ايش؟ في متر على كلفن، وهون
هون في عندي نمبر هنا اوف مولز اللي هو هنا واحد، تمام؟ فعليا بحدد قيمة ار اللي هو 12 لأنه في تي تاتا تقريبا يس. فأنا ار بقدر أنا أتحرك فيها باختلاف عنا وحدة البريشر المستخدمة، أوكي؟ إحنا حكينا عن الوحدات صح؟ تمام. ف ار كان بي عنا إكسبريس إن ديفرنت يونت، أوكي؟ وهي عبارة عن وحدة إنرجي أصلا ار. فممكن عنا تكون عنا ار 8.314 جولز لكل مول كلفن، أو 1.987 كال لكل عنا مول دهول. طيب كيف أنا بعرف إنه هاي القيمة تساوي هاي القيمة؟ بالتحليلات، أوكي؟ الأتموسفيريك برشر واحد عنا في 10^6 دايما على سنتيمتر، الجول واحد نيوتن في متر، أوكي؟ اللي هو عنا واحد عنا بس كان متر عنا مكعب، والواحد عنا كان يساوي 4.14. هلا وظيفتكم أنتم بالبيت شو تعملوا؟ شوفوا لي كيف اجت هاي القيمة من هاي القيمة، تمام؟ فهمنا شو بدكم تعملوا؟ كيف اجت لنا هاي القيمة من هاي القيمة؟ شو بستخدم؟ التحويلات المذكورة هون. يمكن انا شرحتها على المايكروسوفت ستريم لأول ناس اعطيتهم اياها، فارجعوا للمحاضرة وشوفوها، تمام؟ اللي ما بيعرف يحل، بس هي انت المفروض تعرف توصل قانون من قانون او علاقة من علاقة، فهمنا؟ فهذا كله المرة الجاي بتحلو. طيب هنا سؤال بيقول what is عندنا the volume of 2 mol of عندنا هنا ideal gas at 25 and 780 مللتر زئبق باقي. شو بده؟ volume. طيب شو القانون اللي بتستخدمه؟ اللي هي NRT. معناته بدك تعرف هنا شو الR اللي بدك ترنا تستخدمها، تمام؟ هلا يجبل بالامتحان انا بجيب شو الار، اوكي؟ بجيب عنا ايش؟ ار عنا المستخدمة. طيب الفوليوم ايش بده اياه؟ the pressure 750، بس قايل لك ترنا قيمة ترنا ار عنا المستخدمة ايش؟ 0.02. فهي شو كانت وحدتها؟ اتموسفير، مضبوط، فيها في مول على كلب، هي ايش كانت؟ على مول، على مول في كلب؟ لا يا مول في لتر، يس مضبوط، في لتر عنا على مول في كلب، على مول في كلب. معناته شو لازم يكون عندي البريشر؟ بالاتموسفير، اوكي؟ والفوليوم؟ طيب معناته انا بعطيني اياها مش بالاتموسفير، لازم احول للاتموسفير، فبقول عندنا الواحد عندنا اتموسفير قد ايه كان؟ 750. اوكي؟ طلع طبعا الامتحان تعرف التحويل؟ اه تعرف التحويل؟ لا. شو؟ اه طبعا كلنا. اوكي. طب انا ادي عندي ادي البرشر 780 يعني 80، نرجع لماده الحساب والتركيب نسبه التناسب، اوكي؟ فمعناته انا عندي 780 على 760 تقريبا قد ايه؟ 1.1 تقريبا، اوكي؟ طيب فصفى عندي بي 1.1 تقريبا، ام قد ايه؟ 8 205 و تي في قد ايه؟ 25 زائد 273. فبيطلع عندنا قيمة عندنا الفوليوم، شو وحدة الفوليوم؟ طبعا ورق، اكيد وزع ورق و البرشه من مليمتر زي باقي الاتموسفيريك برشه، عشان الار موجوده عندنا بالاتموسفيريك، تمام؟ فهمنا؟ اوكي. طيب هذا اللي عندنا المثال عم بحكي عن ايروسولز، بيتكون عندنا من ليكويد عندنا وغاز ات ذا سيم تايم، تمام؟ فبقول لنا احسب عندنا البرشه على 25
يعني على قد ايه؟ يعني 25 زائد 200 300 200 73 اللي هي عندنا 8 9 2 اوكي؟ With an aerosol container الانترنال عندنا فوليوم 250 هذا كله 250 تمام؟ طيب سنتيمتر تكعيب هذا طبعا مهم جدا انه سنتيمتر الوحده المستخدمه لانه احنا بنستخدم وحده ار اللي فيها متر تكعيب نفس الميل نفس الميل بالضبط اوكي فبدنا ار اللي فيها عندنا متر تكعيب من وين جبناها من الديفرنت اكسبريشنز عندنا لار كونتينينج 160 سنتيمتر عندنا مكعب اوف كونسنتريت شو يعني كونسنتريت؟ يعني ليكويد يعني هذا الفوليوم كامل فيه قد ايه 160 كونسنتريت والباقي شو بيكون غاز اوكي معناته الفوليوم اوف غاز قد ايه 250 ناقص 160 90 تمام هاي بدكم تفهموا عندنا السؤال بتعرفوا شو بيكتب يعني انا الفوليوم عندي بس 90 ما بروح بحط الفوليوم مباشره 250 تمام اوكي دكتوره 160 مقصود فيها الليكويد نيتروجين يعني الليكويد الموجود تحت اوكي والليكويد بيطلع منه غاز وهالغاز احتل الشيء الفاضي بضل فاضي اذا كان 250 قدر يضل من اذا كان كله 250 فبضل عندنا 90 اوكي طيب has been عندنا introduced كان عندي اللي صار عندنا الليبريشن واللي احتلوا هذا المكان بوينت عندنا 04 مول تمام فهذا بيعطيني الان للغاز الموجود اسيوم عندنا ايديال عندنا بيهيفير شو طالب مني؟ طالب مني عندنا البريشر اوكي برجع مره ثانيه للقانون شو القانون بقول لي؟ في في يساوي ايه؟ ار تي تمام؟ طيب بي بدي اياها ان بوينت عندنا او 4 ار شوفوا ار شو مستخدم؟ مستخدم عندنا حي القيمه اوكي؟ ليش؟ لأن الفوليوم كان عندي 9 متر فحولها اوكي؟ شوفوا الجواب شو بيطلع؟ الجواب ما طلع عندي بالاتموسفيريك اوكي؟ طلع عندي بالباسكال اللي هو نفسه نيوتن على متر تربيع بالضبط تمام؟ فبترجعوا عندنا للوحدات وبتختصروهم احنا مع بعض تمام؟ فاعطاني بوينت عندنا او 4 ار 8.314 و تي معروفة V اللي هي عندنا 90 وليش حولها؟ ليش ضرب في 10 أس 6؟ عشان ناقص 6 عشان حول من سنتيمتر عندنا تكعيب لمتر تكعيب تمام؟ لا تطلعوا لي على الجواب نيوتن على متر مربع اوكي؟ كمان عندنا حلوها موجودة عندنا كمان ب بينفع نطلع البي اللي هو قانون الار مش ار يساوي البي في البي تي طيب بينفع نطلع البي منها ما هو نفس الشيء كيف يعني كيف بدون ما تستخدم الار بدون ما تستخدم الار ما هي كنا هذيك بدك تحط كونستانت اما بتحط بي 1 في 1 على تي 1 يساوي ار اوكي او ممكن عندنا تحط ايش كمان اللي هي عندنا P1 V1 على T1 يساوي P2 V2 على T2 هاي ما بتقدر تستخدمها لأنه ما عندك conditions تانية بالضبط أنا بحكي طيب ما أنت عندك هون مجهول وهون مجهول كيف بدك تكون بمجهولين؟ يعني مع وحدتها عشان نعمل تحول بالضبط مع الوحدة يس اوكي طيب هلا كمان هنا الجنرال عندنا غاز بما انه في عندنا النمبر عندنا اوف مولز النمبر عندنا اوف مولز شو تساوي؟ in general شو قانون النمبر كيف تحسبوا النمبر عندنا الماس على المولر ماس فبالتالي انا كمان عندنا هذا القانون هاي او الويت على الموليكولار ويت صح اللي هي عندنا هاي تساوي ان في ار في تي فانا بقدر من هذا عندنا القانون اذا بعرف عندنا كل هدول وبعرف قد ايه الويت للغاز بقدر اعرف عن الموليكولار ويت لإله طب شو بفيدني الموليكولار ويت لإله يعني
بقدر اعرف شو هو الغاز الموجود. تمام؟ فممكن عنا احسب عنا الويت، ممكن احسب عنا الموليكيولار عنا ويت بناء عليه. طبعا هي نفس الشيء انه طلع لي هو قانون انه الموليكيولار ويت شو يساوي، ما بيهمني كثير لانه بتقدروا تطلعوه من الجنرال عنا ايكويشن. ما راح استفيد منها باني اعرف من الغاز الا اذا انت يعني بالامتحان اذا كنت تخيلي من الغازات ما تعطيني الموليكيولار ويت. بالضبط. انت اكيد مش رح تكوني حافظه عن غير شو الغاز والموليكيولار ويت له، ما حدا بيحفظ. تمام؟ طيب فعلا هذا عندنا السؤال بقول عندي في عنده 0.3 جرام فمعطيني الويت او عنا اثر عنا الكهول عنا بيبر عنا ستيت اوكوبايز 200 عنا مل عنا او سوري يعني هذا قد ايه هذا الفوليوم 200 عنا ام ال والبرشر 1 عنا اتوم سفيريك والتمبريتشر 100 يعني ديه 300 370 صح؟ اوكي كلفن وات از عندنا ذا موليكيولار ويت اوف شو؟ لا اسهل من هيك بنروح بنقول عندنا بي بي تساوي عندنا الويت على الموليكيولار ويت بي ار في تي. تمام؟ اوكي بي قد ايه؟ بي واحد عندنا اتوم سفيريك اوكي الفي 0.2 الويت 0.3 من اياها ار 0.08 صح مباشره بعرف لانه هاي وحدتها ايش اتموسفيريك في لتر على اوكي اللي هي عندنا 2 تقريبا. طيب وفي ايش طلع عندي تمبرتشر قد ايه 370 فكله معروف عاد عنا انه الموليكيولار ويت فبتقدروا عنا تطلعوها. تمام شو محطه الموليكيولار ويت جرام لكل مول. تمام طيب فكل عنا اللي مر معنا والقوانين اللي مرت معنا كانت تعمل عن ديسكرايبنج للايديال جاز وحكينا انه الايديال جاز ما في كيف الموليكيولار فورس من ذا كيف احنا افترضنا. الشغله الثانيه انه اذا انا عندي هي انا الغاز عندها بارتكل الفوليوم اللي بتحتله والفوليوم اللي حواليها يعتبر نيجليجبل مع التوتال فوليوم اوكي كثير صغير بحيث اني ايش بقدر استثنيه او ايش يكون عندنا كميه عندنا قليله انها سمول اماونت مش بقدر كلها بحساباتي. تمام اوكي كمان انه البارتكل حكينا انهم لهم ايش؟ راندوم موشن بيتحركوا لجميع الاتجاهات، اوكي؟ ولهم عندنا كاينتك عندنا انرجي اللي هي تتناسب مع التمبريتشر، حكينا لما زادت عندنا التمبريتشر تزداد الانرجي، فالكاينتك عندنا انرجي لإلهم للبارتكل هو عباره عن 3 على 2 قانونها ار تي، فكل ما زادت عندنا التمبريتشر ازداد عندنا الكاينتك عندنا انرجي والموليكيولز انهم عندنا الاستيسيتي شو يعني؟ يعني تبعت عندنا ما يصير مو ما بصير عندنا ترانسفير للانرجي لا بصير لوس ولا بصير عندنا جين كل واحد عندنا بيحتفظ عندنا بالانرجي تبعته. تمام؟ هذا بالنسبه عندنا للايديال بس الواقع شو؟ الريل جاز الريل جاز مش هيك في شويه عندنا اختلافات اوكي؟ فبالريل عندنا جاز ممكن عندنا يصير تشينج بالانرجي اوكي وممكن شو كمان يصير شويه عندنا انتر موليكيولار فورسز بين عندنا البارتيكلز بين هاي عندنا وهاي سو ايش؟ بس نحركها شوي ممكن عندنا يقربوا من بعض ويصير عندنا بيناتهم عندنا انتراكشن. تمام؟ فالريل عندنا جازز not composed of small and عنا perfectly عنا elastic عنا attracting sphere مثل ما كنا نحكي بالايديال عنا غاز اوكي فكل ما ينطبق على الايديال عنا غاز ليس بالضرورة عنا ان ينطبق على الريل غازز اوكي فهم عبارة عن موليكيول هناك حكينا انه الفوليوم لإله شو كان معدوم صح؟ مش محسوب بالنسبة عنا للتوتال عنا سبيس عنا الموجود اما هون بالريل عنا غاز فإلهم سمول فوليوم بس محسوبة. تمام؟ فهي أول اختلاف، أول إشي إلهم فوليوم، الثاني إشي فيه إنتر موليكيولار
molecular عنا forces. تعال شيء هو مش عنا elastic وفي عنا change in energy الموجودة. هذا هو عنا اللي بيختلف عنا عنهم. وما إنه عنا بيختلف عنهم معناته أنا بدي أدخل هاي عنا الفاكتورز عنا كلها بمعادلة الغاز. تمام؟ فبطل عنا ينفع عندي بي في يساوي عنا ال ار تي. لأنه في عندي إشي اسمه correction factors لازم تدخل. في الريل عنا غاز اللي هنا تعتمد على الفوليوم للبارتيكل نفسه. الفوليوم اللي بيحتله حواليه عنا البارتيكل وبيعتمد على الشيب عنا للبارتيكلز وبيعتمد على الانتر موليكيولار عنا فورسز. اوكي؟ فهذا عنا القانون عنا الجديد بطل اسمه الجنرال عنا غاز عنا كونستانت صار او لو سوري صار اسمه فان دير وال ايكويشن. اوكي؟ ليش؟ لانه انا في عندي انتر موليكيولار عنا فورسز بتفيد عنا الغازز اللي هي عنا يوجوالي عنا بتكون عنا ايش؟ فان دير وال. تمام؟ فمعناته بدي اعمل عنا كوريكشن فصفى عندي بطلت عنا بي ان صارت عنا بي زائد اي ان تربيع على بي تربيع في بي ناقص ان بي صار عنا ان ار تي. تمام؟ متى ما صارت عنا الفوليوم للغاز نيجليجبل و A اللي هي عنا الكونستانت goes to zero و B goes to zero شو رجع عندي؟ رجع عندي قانون عنا الغاز الأرضي. تمام؟ أوكي؟ فهذا هو عنا اللي بدي أحكي لكم إياه إنه عنا الغازز عم تفرق الريل عنا غاز في عنا ديفيشن عن عن الايديال غاز. تمام؟ اوكي؟ طيب ف الانفلونس للنون ايديالتي للغاز تزداد، يعني بشوف انه هذا عنا الغاز عنا اكثر ب لما يصير عندي كومبريشن. طب ليش لما يصير عندنا كومبريشن بحس انه الغاز كثير فرق عن الايديال غاز؟ شو بصير بالكومبريشن؟ بتقرب عنا البارتيكلز فبتزداد عنا الانترموليكيولار فورسز. تمام؟ معناته بطلت انا ما بقدر اصير اقول انه هديك زيرو، انه A زيرو الكونستانت ولا B زيرو. تمام فهمنا؟ اوكي؟ طيب كيف عنا بعمل عنا كومبريشن للغاز؟ كيف بقرب عنا الغاز بارتيكل من بعض؟ اما بزيد البرشر عليها او اقلل الفوليوم او شو الثانيه؟ بعملهم كولينج. كولينج ليش بالكولينج؟ لانه بالكولينج عندنا بفقد الكينيتيك عندنا انرجي تاعته فبطلوا عندنا يتحركوا بسرعه وبصيروا عندنا قريبين من بعض. تمام؟ فهمنا؟ فهمتي؟ اوكي. هلا البارتيكل عندها انرجي عاليه بتتحرك هيك هيك هيك. اوكي؟ هلا بالكولينج بتفقد الانرجي تاعتها. ليش؟ لانها بتروح على السراوندنج الانرجي، اوكي؟ فبتبطل تقدر تتحرك فبتصير عندنا قريبة من الجنة، بالأول كانت تتباعد عن الجنة. أنا بستخدم الغاز أصلاً يزيد. أي بالضبط. فهمنا؟ أوكي؟ ف لا عندنا لو برشر وهاي التمبريتشر شو بصير؟ شو بصير أت لو برشر وهاي التمبريتشر؟ بتزيد المسافة بيناتهم برجع لمين؟ للأيديال غاز، بصير عندنا الغاز تبعي يقترب من الأيديال غاز. تمام؟ عرفنا؟ ف احنا بس نفكر بالامتحان احسن فكر في تمام هلا كل ما قربوا عنا الغاز بارتكل من بعض سواء بزياده البرشر تقليل عنا الفوليوم او الكوله اوكي بتبعد عن الايديا. تمام احنا حكيت انه لما يبعدوا عن بعض اكثر بكون بقرب من الايديا بقرب من الايديا عند مرحله معينه اذا كثير بعدوا عن بعض انا زدت الحراره اكثر من الطبيعي ما هيك كمان هنبعد عن الايديا هلا رح نيجي بالكيرف اللي هي عنا هذا ايش اسمه الكومبريسابيلتي هل بصير له عنا كومبريشن ولا لا هلا بجي. تمام؟ اوكي؟ فحكينا عنا انه في هاي عنا الحالات لما يكون عنا لو بريشر وهاي تمبريشر انت عنا موليكيولر عنا فورسز شبه معدومه بتصير عنا بين البارتيكل بصير عنا يختلف عنا من الايديال فبالتالي عنا اي على في تربيع وبي هذول بصيروا عنا انسيجنيفيكانت يعني تقريبا جوز تو زيرو عنا ارقام عنا قريبه من صفر فبطلوا عنا اهتموا فبنرجع عنا للايديال غاز. تمام؟ اوكي؟ طيب هلا البي في
زيرو. اوكي شو يعني كومبريسابيليتي؟ يعني تعمل كومبريشن للغاز. طيب برايكم قد ايه عندنا الكومبريسابيليتي للايديال غاز؟ واحد. ليش؟ لان هي عباره عن كونستانت. اوكي لانه عندنا عند البي بي يساوي عندنا ار تي صح القانون. طيب عندنا بي بي على ار تي شو بضل؟ واحد لواحد مول عم بحكي صح. فبالتالي عندنا الكومبريسابيليتي للايديال عندنا غاز واحد. طب شو يعني الكومبريسابيليتي؟ شو يعني كومبريشن؟ كومبريسابيليتي بالنسبة عندنا للغازز اللي هو عندنا الفوليوم لا الريل غاز على الفوليوم للايديال غاز. تمام؟ طيب زي ما قلتي لي انت اذا كانت عندنا الكومبريسابيليتي اذا كانت الكومبريسابيليتي عندنا اكبر من واحد شو يعني؟ معناته عندنا الابعاد اكثر عم بيحتلوا عندنا فوليوم كثير كبير بالنسبه عندنا للريل غاز. واذا كانت عندنا زي اقل من واحد معناته هن قريبات من بعض. طب طلعوا لي على الغازز الدفرنت عندنا غازز تساوي لي لما تكون واحد بعد الطرف انها ريل غاز. اوكي بس طلعوا لي هون في غازز مثل عنا الاتش 2 من البدايه كلهم ببلشوا من الواحد. اوكي لما يكون عنا الفوليوم تساوي مثلا عنا الاتش 2 دائما كانت اكبر الكومبنسابيلتي اكبر من واحد. تمام من البدايه كانت ما عمرها نزل. بس طلعوا لي على القدر عنا غازز مثل عنا الان 2 سي اتش 2 سي او 2 بالاول بتنزل بعدين انها بتطلع. طب شو بصير؟ يعني at low pressure هاي low pressure لأنه هاد مع ال pressure. أوكي at low عنا ال pressure compressibility تكون عنا أقل من واحد صح؟ يعني عنا ال volume يعني بدي أرجع لل compressibility عنا أقل من واحد معناته إيش يعني ال volume لإلها؟ أقل من ال ideal gas صح؟ يعني انهم اقتربوا من بعض وصار لنا انتر موليكولار فورسز بيناتهم. بس طلعوا على الهاي بريشر شو بصير؟ كلهم كومبريسابيلتي اكبر من واحد، كلهم بعدوا عن بعض. فشو بدي احكي؟ بدي احكي انهم على لو بريشر انا تقربوا من بعض صاروا قريبين من بعض لدرجه وصل بينهم ريبالسيف فورسز كبيره. فهمنا؟ يعني هون كانوا قريبين عنا من بعض، اوكي كان في تذكروا عنا الاتراكشن والريبالشن، قربوا من بعض انه الاتراكشن كانت عاليه اللو بريشر، بس ارتفع عنا البريشر شو صار؟ صارت الريبالسيف فورسز عنا عاليه، فتناخذوا عنا البارتيكلز وصار عنا الفوليوم تبعهم اكبر بكثير واكبر من الريل غاز. فهمناها؟ اوكي؟ طيب كمان عنا الكومبريسابيلتي بتعتمد على التمبريتشر صح ولا لا؟ لانه مش حكينا تمبريتشر وبريشر فطلعوا عليهم هاي على 200 وهاي على 600 وهاي عندنا على 1000. فانت كل ما زدت عندنا التمبريتشر عم بصير عندنا الكومبريسبيلتي لانهم عندنا قريب عندنا من الواحد قريب من الايديال غاز. فهمنا؟ مهم جدا تعرفوا لنا الكومبريسابيليتي. الواحد ريال ولا ايديال؟ ايه الايديال سوري الايديال غاز. اوكي؟ فالواحد هو الايديال غاز، الثانيين ممكن يكونوا عنا اكبر وممكن يكونوا عنا اقل من واحد حسب البريشر الموجود وحسب طبيعه الغاز. سوري يعني هون لما قلت لكم عن الاتش 2 كانت مباشره اكبر من واحد، ليش؟ لانه ما في عنا انتر اكشن بين عنا الهاي الاتش 2 والاتش 2. تمام؟ بين عنا الموليكيولز، فهي طبيعة غاز، تمبريتشر والبريشر اللي بتأثر عليها. حدا عنده أي سؤال؟ بعد هيك خلص بتطلع فهي نتيجة زيادة الحرارة، زيادة الضغط نفس الطريقة بالعمل. هي نفس الشيء نفس زيادة عنا الحرارة زيادة الحرارة مضبوط لأنه زيادة الحرارة بتزيد عنا كاينتيك إنرجي ف بتطلع بتزيد عنا بتقلل عنا الانتر اكشن خلينا نقول يلا
يعطيكم العافية.